احنا النهاردة الحمد لله بنحتفل باليوم الاول لتوريد محصول القمح الذهب الاصفر في محافظة جنوب سيناء. احنا عندنا الحمد لله وصلنا السنة دي لمساحة 800 فدان بمحصول القمح، بتتركز غالبية المساحات في مدينة التور بالاضافة الى رأس سدر ونويبع. النهاردة بيبدأ توريد المحافظة الاولى على مستوى الجمهورية بالتبكير 15 يوم عن الوادي والدلتا، وده انجاز كبير بيتحقق على ارض الفيروز ارض محافظة جنوب سيناء. الحمد لله النهاردة نتاج جهود ونتاج خطة عمل تم تنفيذها على مدار الأشهر الماضية، بداية من تجهيز الأرض للزراعة، توفير الأسمدة، توفير التقاوي المدعمة بنصف الثمن، توفير القوافل الإرشادية اللي كانت بتمر على أهلينا المزارعين بشكل دائم لتقديم التوصيات الزراعية والممارسات الزراعية السليمة، بحيث ان احنا نوصل لأعلى إنتاجية ويعود هذا الخير على أرض مصر المباركة لصالح شعب مصر بالكامل. الحمد لله لقى ارتياح من كافة المزارعين في جنوب سيناء وفي جمهورية مصر العربية، ان سعر الأرداب دلوقتي 150 كيلو درجة نقاوة 23.5 إيراد، 2000 جنيه، سعر أرداب درجة نقاوة 22.5 إيراد ده هيكون 1950، سعر الأرداب 22 درجة نقاوة 22 إيراد هيكون 1900. والنهاردة صدرت أيضا اللجنة لتشكيل اللجان الاستلام متمثله في عضو مديريه التموين برئاسته واعضاء من مديريه الزراعه ومن هيئه سلامه الغذاء ومن الشركه المسوقه ومن شركه الموازين من البورصه السلعيه وكل اعضاء الحمد لله اللجنه هنا في نقطه التجميع في مدينه الطور متواجدين. لا ما شاء الله محصول السنة دي ممتاز جدا، أحسن من السنة اللي عدت كمان. السنة اللي عدت كانت الأرض بكر، دلوقتي بقت أحسن من السنة اللي عدت. يعني الفدان بيجيب 10 أرداب 9 أرداب 11 أرداب حاجة زي كده. فإحنا الحمد لله رب العالمين بنورد قمح دلوقتي وبنساعد ودعم الدولة في جنوب سيناء، قال وهم شجعونا أزرعوا. سيد رئيس الجمهورية قال أنا حكبر المساحات، والحمد لله جنوب سيناء تكبر المساحات فيها. زرعت الغلة، زرعت القمح دلوقتي غير سلفات السنة دي زادت 100%، لأنه كمان الحكومة شجعت الناس أن الأرداب ب2000 جنيه، فالناس كله بدأ يزرع، وإن شاء الله كمان السنة الجاية تكون أحسن. وأنت زي ما أنت شايف الناس كله بتورد عليه على الشونة هنا موجودة.